انت ازاي تقول لها حاجه زي كده؟ كانش قصدي يا هند. ما كانش قصدك؟ ده على اساس ان انت عيل صغير وهي بتوقعك في الكلام؟ لا يا هند، مش عيل صغير، كنت بحاول اساعد. تساعد فتروح لاكتر واحده بتكرهني وتقول لها حاجه خطيره عندي بالشكل ده؟ هند، انا فكرت في حاجه تانية خالص، فكرت ان شاهي دي عندها معارف وتقدر تجيب لك الولد. انا ما قدرتش اقول لها لا، ما قدرتش اقول لها لا. دي حتى لو اخر واحده في الدنيا ممكن تساعدني انا ما كنتش احتاج لها. حقك عليا يا هند، انا اسف. هاسف؟ هيفيدني بايه اسفك وانا كل يوم بتعرى اكتر من اليوم اللي قبله؟ لا يا هند، لا ما تقوليش كده. هي دي الحقيقه يا علي. عارف ليه؟ علشان انا عندي نقطه ضعف. كلنا عندنا نقط ضعف، وعندنا ناس كمان بنحبهم وبنخاف عليهم. انا بقى ما ينفعش يبقى عندي نقطه ضعف، ما ينفعش يبقى عندي حاجه توجعني كل شويه الناس تدوس عليا فيها وتلعب بيا، وده مش هيستمر كتير. قصدك ايه انت؟ هتعرف دلوقتي. كلمي مين؟ علاء. تاني؟ هو الوحيد اللي يقدر يعرف زياد فين، بس هو يرد عليا. ايوه يا ابني، وصلتوا لعلاء؟ اول ما تلاقوه ادوني خبر. طلع علينا سونور. مصلحة دي سالكه ولا عوق وشمال يا عم علاء؟ يابا انا حاطط 100,000 لكل راجل، يعني من الاخر كده المصلحه دي مش سالكه وكلها عوق. انا جاي معاك على الدغري، لو مش قدها يابا خليك وانزل للطلياني اخلص معاه بنص الفلوس. انا تمام معاك يا عم علاء، انا ورجاله، بس الفلوس هتجهز امتى؟ قبل ما نخلص، وكلمه علاء سيف على رقبته. تمام يابا، امن على كده وعن ندها معاك. مفيش ندها يابا، الندها وجبت. وجبت يابا. يلا بينا رجاله.